ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان، في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه؟ وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟ لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب، بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب، فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلا بد من ستر الوجه، وإذا ستر الوجه في هذه الحال فلا شيء عليه. نعم. عندما نذهب إلى مكة إلى أداء فريضة الحج لعمرة وغيرها نضع الحجاب، فالبعض يقول إن عليك دم، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا؟ وهل يجوز أن نكشف الحجاب عن الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وفي هذه الحال لا فتت عليها، لأن هذا أمر مأمور به، والمأمور لا ينقلب محظورا، ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها، بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال، وإذا دخلت في الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه، لأن مشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها. نعم.